كانوا جايين في الطريق ديالهم الصحيحه، جايين في هذاك الطريق، جايين في الطريق ما كان تابعهم حتى شي واحد ما حتى شي حاجه. جاوا هاد اللعيبه ديال الترامواي هادي كيف كتشوفوا زليقات بهم، هادي بغاو يدوروا الدوره خفيفه، زليقات بهم هاد الدوره هادي صافي طاحوا. طبق الفيديوهات اللي تسربوا ديال الدراري ميتين في الحاله يتحيدوا دي اول الفيديوهات دغيا تسربوا ولا كلشي غيوصل لدارهم. تخيل دابا انت امك غتشوف داك الفيديو ولا اختك غتولي اش من حاله غتولي فيها. هاد الوليدات بقاو فينا قراو مع وليداتنا وولاد الحومه، كيبقى شاد غير التليفون ما كيخرجش مورا الفطور، عمره ما خرج مورا الفطور حتى البارح، ما كيهزوش فينا عينين الله عمر هذا الشيء اللي قسم الله. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اللي كندعي معاهم الله يعطيهم الصبر. ايوب بنادم كيبقى يكثروا اشاعات، لا راه كانوا طالعين في الترامواي، لا راه كانوا تابعينهم شي وحدين، لا هادي. انا اقسم لكم بالله والسامي حرام عليا داكشي اللي شتو بعيني غادي نقولو. انا كنت مريح في داك الجرده البارح جويه داك العشره العشره ونص ديال الليل، هما كانوا جايين في الطيماكس، ما كانوا لا كيديروا حركه بهلاوانيه لا والو، داكشي غير كذوب. كانوا جايين في الطريق ديالهم الصحيحه، جايين في هذاك الطريق، جايين في الطريق ما كان تابعهم حتى شي واحد ما حتى شي حاجه. جاوا هاد اللعيبه ديال الترامواي هادي كيف كتشوفوا زليقات بهم، هادي بغاو يدوروا الدوره خفيفه، زليقات بهم هاد الدوره هادي صافي طاحوا. جوج مساكن ماتوا، المهم السرعه ما كتفاوقش، لا كذوب على الله حرام، ما كتفاوقش السرعه 100 حتى 90 حتى 100، باش يبدا يقول لك بنادم 150 180 داك الشيء راه كذوب. اي واحد عنده داك الفيديو يمسح، هذه اي واحد عنده ما يبغيش الخو والختو لاي واحد يوقع داك الافات ما نبغيوش ليه داكشي. داك الفيديوهات دغيا تسربوا ولا كلشي غيوصل لدارهم. تخيل دابا انت امك غتشوف داك الفيديو ولا اختك غتولي اش من حاله غتولي فيها. وثلاثة الدراري كنعرفوا عليهم مالون طريمان، انا كنت كنتريني معاهم، الدري حتى هو كان كيتريني معاهم، واحد تبارك الله راه بطل المغرب، واحد حتى هو اللي ولد الدرب كان تبارك الله يلاه طالع. الدراري كيتجمعوا على لاصال الصاله يمشيو ياكلوا هادشي اللي كيتجمعوا عليه، لا شي هضره اخرى يبدا يقول لك صفاره شي حاجه، بحال شي غتوقع بزاف بحال اللي وقعت للدراري كيسكنوا حدانا في درب اليوم. وحاجه وحده اللي كانوا جايين في الشانطي راه ما كانوش غاديين فوق الترام، حيت حنا ملي كنا في السبيطار كنسمعوا بنادم كان فوق الترام، ما كانوش فوق الترام، جايين من وسط الشانطي. واحد العقبه كاينه تما، انا بداتي كانت واحد النهار غتقشني جاي في موطور، الحمد لله موطور صغير غلبت على الافات وربي فوق كلشي. يعني هذيك العقبه كاينه في الطريق اللي توفاو فيها هاد الوليدات، هو اللي سببهم باش توفاو. هذيك العقبه كان الجماعه انا ما عارفش شكون اللي مكلف داك الشيء، هذيك العقبه خصهم يديروا لها شي حل ولا يديروا دوضان. هذيك راه كتجي حتى كتفاجئ بها مني الدراري هذيك يسبابو، وانا براسي تفاجات بها واحد النهار. والدراري كاملين اي دري غتسولو كيسكن في هاد لا زون هادي حي الفرح درب سلطان كامله اللي عارفه راه كيدير بالو معاه، اللي ما عارفاش راه كيلقى راسو وسط الافات. هادشي اللي كاين نجي دوك الدراري الصغار دري زوينين الا طالعين مساكن دراوش كنشوفهم ديما كيدزوم حدايانا فرونكيز، زعما ما عمرني شفت عليهم شي حاجه خايبه، وكنطلب من الله الله يرحمهم في هذا النهار. لا انا اختي ما حضرتش، لا انا كنت انا مريح هنا والدراري كاع مشاو ما يمكنش قريب بوستهم كي وقعت الواقعه اللي هي جيت الترامواي بعيد عليا شويه. اجاو الدراري ولا الدرب عاودوا لي مساكن اش وقع الدراري، الدراري درا درايفين، انا بدا كنحكم عليهم كنعرفهم الدراري درا واش ما عمرنيش عليهم شي حاجه خايبه. مبلين كما قال الصديق بصراحه اي واحد يقول لك هنا في الدنيا مبلين ما كيديروا شي حاجه خايبه على اونترينمون، الصراحه ما عمرناش شفنا لهم شي حاجه خايبه ولا مخاصمين ولا مضاربين. الموتور اخويا يمشي بشويه، وبصراحه الموتور كيدار اللي خدام واللي كيقرا مزيان، واللي ما تيقراش راه غيحدي راسو ويمشي مسكين بشويه وصافي. السرعه اخويا اللي كديرها صافي هادشي اللي كاين. وكنطلبوا من الله الا كانت ديك الطريق اللي تسبت اليوم يصوبوها ويقادوها، وباش واحد اخر ما
ما يوقعش لينا في المشكل. كانت هي سبابهم ديك الطريق ما خاصهمش شي واحد اخر يتكرر ديما كيعاودوا لي على ديك اللعيبه تماك. تاسفوا ليهم وكنتاسفوا لوليد لوالديهم. انا لله وانا اليه راجعون. والله يعظم اجرهم والديهم وصافي الشيء اللي غنقول. هذوك الدراري اطيب الخلق ماشي من الدراري اللي فيهم الشغب ولا فيهم تيتلاقاو معاك بواحد تيناديوك بواحد الاحترام وبواحد التقدير ماشي عليا انا الساكنه كامله. هاد الوليدات بقاو فينا قراو مع وليداتنا ولاد الحومه ولا حول ولا حول ولا قوه الا بالله. ملي جاتنا الخبر البارح حنا مصدومين وحسن عوان والديهم والديهم راه هاد السيد عندها هذاك الوليد هو اللي سميتو راه واخا يكون عندك 10 ديال الدراري الا مشى تفقد ديك واحد راه كتبقى بلاصتو. باش يلتفتوا النظرات لهاد الحفره اللي كاينه هنا يعني يتلفتوا ليها ويصوبوها لان كيوقعوا فيها حوادث كيوقعوا فيها مشاكل يعني كيكون شي واحد جايب ديك الدوره بسرعه ما كيردوش البال حتى كتلقاي من الطوموبيل اولا من الموتور طرف طاح كيولي موت كتولي شحال من حاجه وحاجه. تالمنا بزاف هي مسكينه حالتها حالتها الله يصبرها وصافي ومريضه مسكينه وهو اللي كان نيت كيشري لها الدواء وكل شيء هو اللي معاون باه هو الراجل ديالو وصافي ما كيخرجش مسكين مورا الفطور نهائيا كيصلي الصلاه ديالو وكيمشي ينعس كيبقى شاد غير التليفون ما كيخرجش مورا الفطور عمره ما خرج مورا الفطور حتى البارح. تعازي الحاغ العائله ديالو وصحابو الاصدقاء ديالو صاحبي الدغي مرطيماك صاحبي الله يرحمهم الله يوسع عليهم. الدري مسكين الحسن حتى هو راه جوج خوت توام مات واحد فيهم وكانوا راكبين ثلاثه بانهم كانوا باغي يمشيو يضربوا غير دوره بالليل قال لهم ضربينا غير دوره بفرحه ديال الموتور اللي يلاه شرا بشي يومين دابا قال لهم ضرب بيا دويره تقريبا ربع ايام ولا يومين هي هذيك باقي جديده يلاه خداو صافي باش كدا قال لهم ضرب بيا دويره ضربني البرد شويه بالليل ورا الفطور كعرف الفرحه ديال الموتور صافي حتى كنسمعوا بلي راه داروا كسيده.